خلينا نستعرض مع حضراتكم ابرز واهم الاخبار على مدار اليوم. نبدا من المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام. مجلس اصدر بيان واكد فيه ان الضوابط الاعلاميه الخاصه بتنظيم عمل البرامج الدينيه والطبيه والرياضيه بالاضافه لبرامج التوك شو هيجري تنفيذها بكل حسم، ده بدايه من اول سبتمبر 2019 على كل وسائل الاعلام المعنيه. طبعا ده بهدف ارساء معنى المسؤوليه الاعلاميه والقيم الاخلاقيه اثناء ممارسه ومزاوله الاعلامي لعمله، وحتى لا يكون هناك تورط في مخالفات مهنيه زي التمييز والعنف والكراهيه. المجلس حذر من مخالفه الضوابط دي واللي جاءت متوافقه حسب البيان مع الدستور والقانون ومواثيق العمل الاعلامي ومع ايضا مواثيق الامم المتحده وهيئاتها المختلفه. وفي تشديد طبعا في البيان من قبل المجلس على انه المخالفين هيتعرضوا لعقوبات فوريه، وانه ده حفاظا على المهنيه الاعلاميه وقيم ومبادئ المجتمع، بالاضافه لانه هيتم تحويل بقى الامر للنقابه المختصه حتى يكون هناك تحقيق يجري مع اعضائها الا يقوموا بارتكاب هذه المخالفه ويتم اتخاذ ما يلزم من اجراءات ضدهم. معانا على الهاتف الاعلامي الكبير الاستاذ حمدي الكنيسي عضو الهيئه الوطنيه للاعلام. مساء الخير يا فندم واهلا بيك. مساء الخير يا مروج، اهلا بيك. يعني تاكيد المجلس الاعلى للاعلام على انه يعني المعايير والضوابط اللي كان تم الاعلان عنها مسبقا واللي استعرضناها وعلقنا عليها سابقا هيتم بالفعل تطبيقها من الاول من سبتمبر المقبل وبكل حسم. محتاج اعرف من حضرتك يعني ما هي محددات نجاح هذه المنظومه، منظومه الضوابط الجديده، في ان يعني كي يلتزم بها الجميع وكي تكون بالفعل هي الاسس اللي سيتخذها الاعلام خلال الفتره المقبله. انا اعتقد ان المجلس كونه قال ان هيبدا المحاسبه من سبتمبر يعني بيدي مهله للقنوات والاذاعات وللصحف ايضا ان يكونوا يعني ادركوا اهميه هذه الضوابط ودرسوها دراسه كافيه وبداوا يعدوا انفسهم للالتزام بها. وده شيء يعني مش جديد ومش اختراع. بالتاكيد اي عمل اعلامي لابد ان يكون مرتبطا بمواثيق الشرف، لابد ان يكون مرتبطا بكل المعايير التي تراها الدوله، خاصه ان ما طرحه المجلس الاعلى اعتقد ان هو لا يتنافى مع الدستور، لا صله له باي محاوله لقمع اصوات معينه كما يروج البعض، انما هو الهدف فعلا وضع ضوابط نتيجه لان حاله الاعلام فعلا اصابتها سلبيات كثيره جدا وكان لابد من هذه الوقفه. فانا اتصور ان من خلال اعطاء مهله حتى سبتمبر ومن خلال الانذار مره اخرى وثانيه وثالثه بان ستتم المحاسبه ده شيء مهم. المهم ايضا ان المجلس الاعلى هنا تدارك يعني خطا كان وارد قبل كده انه يعني ما بيديش النقابات المعنيه دورها المنوط بها في محاسبه هؤلاء الاعلاميين. المجلس بيحاسب المؤسسات الكبرى، انما الاعلاميين انفسهم بقى اللي مطالبين بالالتزام بهذه الضوابط تتولى نقابتهم محاسبتهم. نقابتهم هي تتولى ده، وانا اعتقد ده وارد وبسهوله شديده. يعني مثلا في نقابه الاعلاميين موجوده اليه تنفيذ واضحه تماما. ايضا كما تعلمين يا مروج النقابه مطلعه ميثاق شرف اعلامي من بدري بيضاف الى الضوابط التي وضعها المجلس الاعلى، ومن هنا الجميع الان يعلمون ان هناك ميثاق شرف، يعلمون ان هناك ضوابط، ويعلمون ان لا مجال بعد الان بعد سبتمبر يعني للخروج عن هذه الضوابط. بشكرك جزيلا الكاتب عفوا الاعلامي الكبير استاذ حمدي كنيسي عضو الهيئه الوطنيه للاعلام، شكرا جزيلا ليك.